قررت لجنة خدمة الإسلام اختيار مرشح الندوة العالمية للشباب الإسلامي العلامة المجاهد السيد أبي الأعلى المودودي فائزا بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام للمبررات الآتية: أولا لأنه عمل منذ شبابه المبكر في الصحافة الإسلامية الجادة، وقام بعد ذلك بإنتاج كثيف ينم عن علم غزير وفكر أصيل. ثانيا إسهامه إسهاما فعالا في تجديد الفكر الإسلامي وجعله ظاهرة مهيمنة على الحياة في جميع صورها عند المسلمين في القارة الهندية. ثالثا كفاحه البطولي وجهاده المستميت من أجل إحياء الروح الإسلامية وبعث القيم الإسلامية والمطالبة بجعل تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها مطبقة عند المسلمين في حياتهم العملية، وذلك عن طريق حركته الإصلاحية التي تنطق بها مؤلفاته العديدة التي كان لها بالغ الأثر وكامل التجاوب مع حركات الإصلاح في العالم. ثانيا قررت لجنة الترشيح والاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية منح الجائزة هذا العام لمرشح معهد التراث العلمي العربي في جامعة حلب سعادة الأستاذ الدكتور فؤاد سزجيل أحد كبار العلماء المعاصرين في حقل التراث العربي والإسلامي لقاء عمله الرائع في الأجزاء الثالث والرابع والخامس من موسوعته الضخمة تاريخ التراث العربي، تلك الأجزاء التي عالج فيها جهود علماء المسلمين في الطب والصيدلة والبيطرة وعلم الحيوان والكيمياء والزراعة والنبات والرياضيات، وهي الأجزاء التي تدخل ضمن مجال الجائزة لهذا العام، وهو أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية. وقد كتبها المؤلف الفاضل بدقة العالم ونزاهة المفكر وشعور المسلم الغيور. وقررت لجنة الترشيح والاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي حجب الجائزة هذا العام عن الأعمال المقدمة إليها لأنها على ما فيها من جهد مشكور لم تكن ترقى إلى المستوى الذي تتوخاه لجنة الجائزة، كما أنها لا تحقق أهداف الجائزة. صاحب الجلالة، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي، أيها السادة، قبل أن أدعو الفائزين الكريمين للتشرف بتسلم الجائزة من يد جلالتكم، يسرني أن ألقي بعض الأضواء في كلمات قليلة مختصرة على سيرة كل منهما مستقاة من التقارير التي وردت إلى أمانة الجائزة من الجهات المرشحة لهما. إن الفائز بجائزة خدمة الإسلام علم من أعلام المسلمين المعاصرين ومجاهد من كبار المجاهدين قضى حياته منذ شبابه من أجل ترسيخ الروح الإسلامية وإذكاء الشعور الإسلامي والحفاظ على تعاليم الإسلام وتطبيق شريعته. لقد ولد سماحة العلامة الشيخ أبي الأعلى المودودي في 25 من سبتمبر سنة 1901 في مدينة حيدر أباد الدكن في الهند، وكان والده السيد أحمد حسن مودود يعمل محاميا، وفي ظل الاحتلال الإنجليزي لم يشأ والده أن يدخله المدارس لبغضه لأسلوب الحياة الغربية، فتولى بنفسه تعليم ولده وهيأ له المعلمين يدرسونه أشتات العلوم وأنواع اللغات كالعربية والفارسية والأردية والإنجليزية. وفي سنة 1901 التحق المودودي بالصحافة وسنه آنذاك لم تتجاوز 17، وتقلب محررا في عدة صحف أسبوعية ويومية من أهمها جريدة دلهي اليومية التي كانت تعارض الاستعمار البريطاني والتسلط الهندوكي وتعبر عن النظرة الإسلامية. وفي عام 1932 بدأ إصدار مجلة ترجمان القرآن، وكانت وسيلة جيدة لتوجيه مسلم القارة الهندية وتوحيدهم. والتقى المودودي بعد ذلك بالشاعر الإسلامي الكبير محمد إقبال، ودعاه إقبال إلى القدوم إلى البنجاب لتنطلق منها رسالته في الحياة، فاتجه المودودي إلى هناك وأنشأ مركزا للمعرفة الإسلامية. كان المودودي دائم الكتابة والتعريف بنظام الإسلام بحماس كبير، ولقد حاول أن يجعل من أي تجمع حركة تحمل رسالة الإسلام وتبلغ دعوة الله، ولما لم يلقى استجابة كافية طالب على صفحات مجلته بالتفكير في حقيقة الدعوة الإسلامية، وطالب باستنفاد الجهد من أجل التفكير في تنظيم
في تنفيذ نظام الحياة الإسلامي ليس فقط في الحياة الخاصة وإنما في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري أيضا. وانهالت عليه رسائل الاستجابة والحماس، فدعا إلى عقد مؤتمر تتدارس فيه هذه الأفكار لتوضع في شكل برنامج يخرجها إلى حيز الوجود. وكان أن نشأت الجماعة الإسلامية في أغسطس 41 و900 وألف وانتخب المودودي أميرا لها. لقد تجاوزت كتب المودودي ورسائله ونشراته 150، غير أن ما له من خطب وكتابات ومقالات منشورة في الصحف كثيرة جدا، وقد طبعت كتبه أكثر من 12 طبعة، ونقل كثير منها إلى لغات مختلفة. ومن أهم كتبه رسالته الخالدة الجهاد في الإسلام، التي لاقت تقديرا كبيرا بين المسلمين، وكان لها تأثير كبير في إيقاظ الشعور الإسلامي. ومن كتبه الشهيرة كتابه مبادئ الإسلام، الذي يعرف بالإسلام تعريفا واضحا محكما يشرح العقائد الأساسية والمبادئ الرئيسية شرحا جيدا، وقد ترجم إلى 27 لغة، وله تعليقات مفيدة على القرآن الكريم بعنوان تفهيم القرآن، وهو تفسير ينبض بالحياة والحركة يوضح كيف أن القرآن يستهدف إحداث تغيير في المجتمع الإنساني. وكذلك كتابه الشهير القانون والدستور الإسلامي، وهو كتاب يشرح سمو القانون الإسلامي وطبيعة التشريع في الإسلام والمبادئ الأساسية للسياسة الإسلامية. لقد كان تأثير المودودي كبيرا في محيطه، فقد دعا إلى تغيير شامل في الأفكار والآمال والنظرة إلى الحياة، وكانت كتاباته سببا في شحذ الهمم وتربية أجيال جديدة تتخذ من الإسلام قاعدة تنطلق منها إلى حياة كريمة فاضلة. ولقد تجلت عظمته في تدريب عدد كبير من الناس روحيا وثقافيا من أجل القيام بدعوته الإصلاحية وحمل رسالته بنفس الحماس والنشاط. وإذا كان من المؤسف أن لا يشاركنا ذلك العلم الكبير احتفالنا اليوم من أجل تسلم هذه الجائزة نظرا لاعتلال صحته مما يجعله غير قادر على الحركة، فإنما يسعدنا أن يتسلمها شخصان أنابهما عنه في تسلم الجائزة، هما فضيلة الشيخ خليل أحمد الحامدي وابنه السيد حسين فاروق مودودي. ويسرني الآن أن أدعو السيدين الكريمين للتشرف بتسلم الجائزة من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله. كلمة العلامة شيخ أبو العلاء المودودي. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، الحمد لله العلي القدير رب السماوات والأرض ومن فيهما، القائل في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والصلاة والسلام على محمد خير البشر وأفضل المرسلين سيد الهداة والمصلحين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله، صاحب السمو الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد المعظم، صاحب السمو الأمير خالد الفيصل رئيس لجنة جائزة هيئة الملك فيصل الدولية، أصحاب السمو الأمراء العظام، أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة المؤقرة، أصحاب الفضيلة الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لقد كان يسعدني أن أحضر بنفسي هذه المناسبة السعيدة وأحظى برؤيتكم، إلا أن مرضي الشديد اضطرني إلى تكليف زميل جهادي الذي ما زال يلازمني، فضيلة الشيخ خليل أحمد الحامدي على رأس فخذ من أنجالي، لينوب عني في هذا الحفل الكريم ويحمل أحر تحياتي وأبلغ أشواقي إلى صاحب الجلالة وإلى لطيف الإخوة الكرام زملائي في الدعوة إلى الله ونشره. إخواني الكرام، إني قد تأثرت كثيرا لقيام لجنتكم المؤقرة باختياري لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لأجل ما قمت به من خدمة متواضعة لنشر دين الحق والقوة والحرية التي لم تكن لتنجح لولا توفيق الله وعونه، وإنما قمت به لا أستحق عليه الثناء لأنه بعض من واجبي تجاه ديني بقدر ما هو واجب على كل مسلم، ويجب على كل مسلم أداؤه بكل ما أوتي من قوة وجاه وبكل ما وهبه الله من كفاءات وإمكانيات، ومهما عظم العمل يبدو تافها بالنسبة لما يجب علينا القيام به بمقام وسمو الدين الإسلامي الذي ننتمي إليه. وادعو الله سبحانه وتعالى وهو خير الشاكرين أن يقيد للخدمة المتواضعة التي قمت بها نحو الإسلام، أن يقيد لها القبول ويجعلها وسيلة لنجاتي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني الكرام، إني أتقدم إلى اللجنة المؤقرة بجزيل شكري وخالص امتناني لقرارها بمنحي هذه الجائزة الكريمة، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ما يتمتع به أعضاء اللجنة من محبة عميقة لدين الله وتقدير صادق لأهله ودعاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أعضاء اللجنة الكرام وجميع من شارك في هذا الترشيح خير الجزاء وحسنه، وأهنئ بصفة خاصة أنجال المغفور له الملك فيصل لإنشائهم هذا العمل الخيري العظيم الذي هو أول عمل خيري على حد علمي أقيم في الأمة الإسلامية في تاريخها المعاصر، إذ أن الذي رأيناه هو أن غير المسلمين هم الذين اعتنوا بهذه الأعمال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أنجال الملك الشهيد الجزاء الأوفى ويكتب للمرحوم المغفرة والرضوان ويتغمده بواسع رحمته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل الخيري العظيم حافظا قويا لتقدم الجهود والدراسات الإسلامية إلى الأمام، وحلقة فعالة من الحركة الإسلامية العالمية التي تستنفذ الجهود العظيمة لقمع المبادئ الهدامة والأنظمة الوضعية وتقدم الضحايا في سبيل إحياء الإسلام وتغليبه في الأرض نظاما وحضارة وشريعة. وختاما، يسرني الأعلن أمام الإخوة الكرام أن هذه الجائزة الكريمة العظيمة سوف تصرف في سبيل خدمة الإسلام ودعم الجهود التي تبذل في تطبيق الشريعة الإسلامية في باكستان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.